وكشف الرئيس السيسي عن تعرض الجيش لثلاثة تهديدات مباشرة من جماعة الإخوان، وأضاف الرئيس السيسي أنه استمر لسبع سنوات لم يذكر اسمهم إلا بقول أهل الشر حتى يعطي فرصة لهم للتراجع. أنا عايز أقول لكم الموضوع اللي حصل فيه تهديد مباشر للجيش اتعمل ثلاث مرات. مرة اتعمل مع المشير الله يرحمه حسين طنطاوي، ان لو الانتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقى البلد هتولع. المرة التانية لما خيرت الشاطر قال احنا نقدر، حرقنا المقرات بتاعت الامن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم ونحاكمهم. المرة الثالثة كانت ليا شخصيا، قسما بجلال الله 45 دقيقة يعمل لي بإيده كده، 45 دقيقة يقول لي هنقتل وهنجيب من كل حتة وهنولع الدنيا.